عندها مستوى محافظه اللي هي محتاجه فيها طوافي. الجواب جاهز هيجيبه لك بكره ان شاء الله. وخطاب تاني لمدير شباب الرياضه للنوادي اللي عليها حساب وعليها زحام وعليها اخبار شديد عشان نشوف برضه عددها قد ايه وعايزه تحتاج قد ايه. وحاجه ثالثه لمديريه التطور الاجتماعي لو عندهم حاجه بالنسبه للجمعيات ودور الرعايه في الفتره بتحدد لنا الفتره اللي عايزه فيها وعايزه